وكأن المصريين يكتشفون تاريخهم الفرعوني من جديد، وكأن الملوك والملكات الموتى قد أحيوا شغف المصريين بحضارتهم، فأصبح بعضهم ينادي بإحياء ذكر الهيروغليفية، وربما عادت أغنية أو لحن الحنين لدى كثيرين منهم للماضي السحيق. كانت من أكثر المراسم التي جذبت انتباه المشاهدين هي أنشودة الحفلة. دعونا نستمع. فسرت معاني هذه الكلمات في هذه الأغنية: يا أيها البشر والآلهة الذين في الجبل، إنها السيدة الوحيدة مهابة فإنها التي تلد النهار، إنها سيدة الغرب والأرضين معا. هذه هي بعض معاني ترنيمة مهابة إيزيس المحفورة على جدران معبد دير الشلويط بالأقصر. ترجمها أستاذ الآثار ميسرة عبد الله حسين، وغنتها السوبرانو أميرة سليم. لأول مرة يستمع المصريون إلى اللغة القديمة ملحنة ومغناة، وبدأ البعض بالبحث عن كلمات الأنشودة ومعانيها. لم يقتصر الاهتمام باللغة القديمة على المستوى الشعبي فقط، بل أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا حول إضافة الكتابة الهيروغليفية إلى المناهج الدراسية. جاء في البيان أن إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من معاني باللغة العربية في المناهج يهدف إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم بهدف المعرفة ورفع الوعي وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية، والتي كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة وليس للحفظ. هذا القرار مشاهدينا أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا نسمة تكتب معلقة على هذا البيان من الوزارة، تقول نسمة: أولادهم ساقطين في العربي وبيطالبوا يدرسوا الهيروغليفية، ما تهمدوا بقى كده وما ترفوناش يا جماعة. فاطمة نعود تقول: الأحلام العصية تتحقق في عهد السيسي أو عهد الرئيس السيسي، شكرا على القرار المثقف بتدريس الأبجدية الهيروغليفية في المدارس كما تمنيت وحلمت وكتبت سنوات طوال. أما هنا أحمد الشامي، أحمد النظامي، يقول: مش عارف إيه فائدة تعليم الأطفال كتابة الهيروغليف في الحقيقة، طب من باب أولى غيروا المناهج، زودوا التفكير الإبداعي مش التلقيني، لو فخورين بتاريخنا بجد علموا للأطفال صح، ما تعيشوناش في دوائر، وهم زيادة بالإضافة حاجة للتعليم ملهاش لازمة في المراحل الأساسية أصلا. أما هنا وليد عبد الناصر يكتب: هم المدرسين فاهمين المناهج الحالية عشان يدرسوا كمان الهيروغليفي؟ خير جدا. وزير التعليم طارق شوقي أوضح في لقاء تلفزيوني أن الأمر كان مخططا من قبل ولم يتم إقراره بعد الموكب، مؤكدا أن مناهج تطبع الآن للمرحلة الابتدائية وتشمل الهيروغليفية. أخلاقيات السياحة زي ما تقول كلها موجودة في إطار عام المناهج. فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية دي موجودة عندنا في إطار عام المناهج، واللي بيقابلها من معاني باللغة العربية، وهتبقى موجودة بكثرة في كتاب رابعة ابتدائي اللي بيتم طباعته حاليا. فده كان معمول، احنا بس ذكرناه لما سئلنا بعد الموكب، مش هندرس يعني اللغة الهيروغليفية كلغة منفصلة زي ما بندرس عربي وانجليزي، ولكن في ضوء كبير موجود عليها في الكتب بتاعة نظام التعليم الجديد فعلا. الكتابة الهيروغليفية هي كتابة مقدسة تستخدم في المعابد، وتم فك رموزها بعد اكتشاف حجر رشيد في عام 1799 ميلادية. حجر رشيد المعروض حاليا في المتحف البريطاني بلندن حفرت عليه معاهدة بثلاث كتابات مختلفة: الهيروغليفية الديموطيقية، وهي الكتابة التي يستخدمها العامة في مصر القديمة، وباليونانية القديمة المستخدمة في عهد البطالمة. واختلف علماء الآثار حول طريقة نطق اللغة المصرية القديمة حتى ظهرت في أنشودة الموكب الملكي لتثير تساؤلات محبي الحضارة المصرية حول كيفية نطق الرموز
والرسومات. مشاهدينا، معنا للرد على تلك التساؤلات من أسوان خبيرة الآثار المصرية الدكتورة مونيكا حنا. دكتورة مونيكا، إذا كنت تتفقين معي بأن الإنسيكلوبيديا البريطانية تقول أن الهيروغليفية هي رموز موجودة في المعابد ككتابات مقدسة، إلى أي مدى ما يقال أن الأنشودة التي غنيت في الموكب الذهبي أو الموكب المومياوات هي كلام هيروغليفي؟ أنا بختلف على هيروغليفي دي. هي هيروغليفي طريقة كتابة، ولكن هي لغة واحدة، هي اللغة المصرية القديمة، اتكتبت بالهيروغليفي وكتبت بالهيراتيقي واتكتبت بالديموتيقي وبعد كده اتكتبت بالحروف اليونانية في القبطي، فهي نفس اللغة. يعني طبعا هي اللغة مش حاجة ثابتة، هي بتمر بمراحل تطور، ولكن في الآخر هي نفس اللغة. طب الأغنية اللي سمعناها في الموكب واللي أحيت ربما أو يقال أنها قد أحيت ذكر الهيروغليفية، هل هي مكتوبة أو مقروءة أو مغنات بالهيروغليفية؟ يعني بالمصرية القديمة. بالمصرية القديمة؟ بالمصرية القديمة، أنا أفضل إحنا نسمع اللغة المصرية القديمة، لأنه الهيروغليفية هي طريقة كتابة وليست لغة. هي طريقة كتابة اللي هي، لكن هي نفس، يعني أنا ممكن حضرتك أقول منين عرفوا أنها تنطق بالطريقة دي إذا هي طريقة كتابة فقط؟ إحنا في المصري القديم بنعرف الحروف الساكنة، عندنا مشاكل في الحروف المتحركة اللي هي الفتحة والضمة والكسرة، ولكن عندنا آخر مرحلة للغة المصرية القديمة اللي هي القبطية لحد النهاردة بتغنى وبترتل في الكنائس. فإحنا إلى حد كبير نقدر نقول مثلا إنه بنسبة 75% أو بنسبة 80% نقدر نقول إنه غالبا كان النطق بالطريقة دي. طيب في الأطفال أو من سيدرسون في المناهج، هل سيدرسون الهيروغليفية وتنطق بالعربية ولا بالقبطية ولا إزاي؟ يا فندم تنطق ما لهمش دعوة. بصي حضرتك، هو موضوع التدريس ده على فكرة الرموز الهيروغليفية اللي هي طريقة الكتابة الهيروغليفية والأرقام بالهيروغليفية بتدرس في جميع مناهج الأطفال حوالين العالم، يعني في فرنسا بتدرس وفي إيطاليا بتدرس وفي أمريكا بتدرس. يعني أنا أولاد أصدقائي اللي بره بياخدوا بيبعتوا لي فضلك ساعدينا. فهو طيب فيما عدا يعني الاستغلال السياسي ربما للحدث الكبير الذي شهدته مصر بنقل المومياوات، هل تفيد فعلا الهيروغليفية الطلبة المصريين؟ بصي حضرتك، احنا بنتعلم عشان يبقى عندنا مرونة عقلية ومرونة ثقافية ان احنا نقدر نفهم بيه. يعني احنا ليه بنتعلم علم النفس؟ وليه بنتعلم علم الاجتماع؟ وليه بنتعلم التاريخ؟ وليه بنتعلم، ليه مهم انه النهارده في اللي بيسموه التعليم الليبرالي او الليبرال اديوكيشن، ليه بقى مهم ان احنا نفهم كويس قوي الانسانيات والعلوم الاجتماعيه بالاضافه للعلوم زي الفيزياء والكيمياء والهندسه والرياضيات؟ لانه لقوا حتى زمان كان في المدارس اللي هي اسمها ستيم اللي هي بتقول ساينس تكنولوجي انجينيرنج اند ماثماتكس، بقوا النهارده بيسموهم ستيم لان دخلوا الارتس جواها. فالارتس اللي هي بتشمل بقى كل الانسانيات اللي احنا بنتكلم عليها دي او الليبرال ارتس هي مهمه جدا لتكوين شخصية الإنسان المتعلم. فالمسرح والفنون. طيب. والتاريخ. دكتورة مونيكا حنا خبيرة الآثار المصرية، أشكرك جزيل الشكر، تحدثت لنا من أسوان. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.